يا معتز ايه عجيب. دريت؟ لا والله يا خال ما ادري. ابو عصام شو رجع الحارة. الف حمد الله وشكر لك يا رب. طب عقيل؟ ايه خال. ليه ما ترجع انت كمان؟ المخرج ما بده. ما بده؟ لك بده وغضب الرب ان شاء الله. اهرك يا معتز. بدك شي خال؟ سلامة قلبك يا خال. معكم جهاد لحلوح وأحمد مريان. جهاد خش علي بالسلفي. دقيقة شوي بحكيش معك. ركز معي هون. ركز معي. يلا. شو قاعد بتسوي؟ شو ببقى سلفي مالك؟ مش هيك سلفي. ولا هيك سلفي. لا مش هيك إطلاقا. أنت فاهم الموضوع غلط. شو؟ أنت قاعد بتشفط الكاميرا مش قاعد بتاخذ سلفي. إذا فكنا هسا وقفت علي. أعطيني بالله أبو مياد حسابك على الفيس لأنه أول مرة نقعد مع بعض. جهاد مال حسابي وين؟ على الفيس. ما اسموش فيس الجهاد. شو اسمه؟ اسمه فيسبوك. يعني مو ضروري افقعها انا فيسبوك ولا واتساب. خلص افقعها واتس. تفضل. انا مش عارف شو احكي لك باللحظه هاي. اذا ما هو يعني ابو مياد بدك تدقق علي هسه. مش بدي ادقق عليك يا جهاد. فيسبوك واتساب. طب عادي مش مشكله يا زلمه. انت هسه دققت انسى. هو اذا ما في مصايب انت ما بتعرفش عنها. مثل شو احكي لي مصايب يا حبيبي. البنت اللي بتفقعها صوره بروفايل بيكتشر ماريا كيري. بخش عليها واحد هذا مش جاهل. كل جزو كتير حلوة انت. بتيجي هي شو بتقول له؟ Thanks a lot. واو. وكذول الجماعة كثير عليهم منتديات دردشة الحبايب. اي حبايب يا زلمة؟ من عروس الشمال فوق السادة ستوديو. السلام عليكم. اليوم بدي اسولفكم سولافه. مال الشباب بدي افهم مالهم. حتى البنات صارت عندهم الموضوع مستفحل. الموضوع مستفحل زياده عن اللزوم. ظاهره غريبه جدا جدا جدا. وشو هي الظاهره يا عمو؟ الظاهره هاي ما انك انت كثير اسئله وكثير سوالف. الظاهره هاي انه بمضوها ماسكين التلفون هيك وتقول بلدوا حالهم بمراي. من اهيب شب فيكي يا الاردن اجبني يا تلفوني. وبتصوروا حالهم هيك. ها بدي اقولها على طرف لساني. سلكي خوف سلفي سلفي يا ابو سعيد سلفي. هو سلفي بساويها كمان مضيها هيك تساوي بس سلكي. وبقعد الشاب طويل عريض يتسمسم قدام الكاميرا. ولك السمسمه مش للكاميرا يا منعون السمسم. وانا اللي بجلطني اكثر هذا اللي بقعد يصور حاله مليون صوره وبقعد يشطب بهن وحده. هاي مش ظابطه. هاي مغبشه. هاي هون بيها حواجب رافعات. ضحكتي مش حلوه. هاي هون خش من فطلح. ولك انت باحسن حالاتك شبه العنزه المخاويه. وهذا اللي بيصور حاله اول ما يصحى من النوم تعرف ناتشورال بيوتي ما شاء الله عليه. ولك ما انت في جبله قذى بنص عيونك. في هون اثنين مصاروا قاعدين بالكريكات بقيموا وبجبلوا. من اهيب شب فيكي يا الاردن اجبني يا تلفوني. والبنات فهمات الموضوع غلط. كل الموضوع عندهن كبسه. سلكي بالباص، سلكي بالمول، سلكي واني باكل شاورما، سلكي مع احلى صحبات وشله، سلكي مع شوزي الاحمر، سلكي مع اخوي حبيبي وببقى طول نهاره يشمط فيها جفوف، سلكي مع ماي ترو فريند. وشو بيطلع هير ترو فريند؟ القطه. ولك يا ام كشه يا ام البكل، القطه مش الصديق الوفي، الفيل هو صديق الوفي. صادق يا ابو سعيد. سلكي مع الراس اللي بيفهمني وبتبقى منزله صوره مع راس ارجيلي. انا قلت هسه بشوف راس اينشتاين، راس ارسطو، راسي. ما شاء الله عليك ابو سعيد، حاط راسك مع راس المفكرين. ولك انا اللي اكتشفت نظريه يا ما تحت السواهي دواهي. يرحم صور ايام زمان، بقيت تقعد وتحط اجر على اجر وبيدك سيكاره وشواربك صفات دبكه ولابس خاتم وبتبقى كاتب عليها من ورا اهدي رسمي هذا لاحمد التيسير. وبعدين هاي الصور تبعت ايام زمان بقت شغل براويز تبروزها وتحطها هيك. كيك 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 كيك
مشكلتك الأجارات؟ أنا بجيب لكل الأردن سكن ومن غير أجارات. إجمالي الأجر. يعطيكم العافية يا إخوان. الشباب من وين هذول؟ الشباب معلم جبناهم أوفر مشان التوفير والقصص هاي. من وين من وين؟ من توأم معلم من أوروبا الشرقية. كيف فاتوا على الحدود هذول؟ التهريب عملوا حالهم واحد. طب عملوا حالهم واحد؟ ما تقول لي من أول عملوا حالهم واحد. بس الصبح وأنا أسأل قد قديهم البلد؟ 20 سنة عاششين عاششين. طيب. حكوا علينا إحنا جبناكم في هيك وقت. لا عادي مش ما قصرت. أهلا وسهلا بالشباب. ما قصرت المشكلة. شوفي يا اخوان. في شب بده شقة للأجار. حلو. ومش ملاقي شقة للأجار. بدنا نحل المشكلة الآن قبل ما تطلع الشمس. بدي اقتراحاتكم، بده حلول غير منهجية. تفضل. أنا بحكي إنه الحكومة تعمل إسكانات لهالناس والشباب وتسكنهم فيها. شو مالك؟ إذا من الحكومة يلا خلصت من عايش كريم سكن كريم لعايش كريم. بدك تطبلهم بعمارات سكنات؟ يعني فيش مصاري يا رجل. أعطوني حلول. معلم أنا دقيقة. ما شو تحكي قبل شوي؟ لا. ما هسه جاوبتك. لا هو اللي حكى. مخوف. طب كيف؟ كيف بدي أميز أنا هسه؟ هو عنده 3 شمات هون. هو ما عنده. ما عنده. هو انا انصح شوي. احكي. يعني طيب هو عنده اكيد عنده ام وساكنين دار امه يعني هسه هو. طب يسكن عند امه. يا عمي. يعني اوفر اوفر يعني. يسكن عند العيلة. يا حبيبي. اخوه فات بالشرطة بالشباح. شو الموقف؟ ما حسبته. اعطوني يا اخوان بدي حلول انا بدي حل بس الزلمه هذا فيش مصاري فيش شقق وين يلا تفضل الحل عندي شقه طابق ارضي باجر اياها عندك في الدار عندي بالدار قد بدك تاجر باخذ راحته ب 400 ليره شو يا حبيبي 5 بلكونات ان شاء الله و6 مسابح و25 حمام مستقل لها مدخل مستقل شو ان شاء الله ملبس الارضي قرنيت كمان لا 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 اختصر لي بالله شو هذا يا زلمه والله شو اذا بدك ماي كهرباء ومي عادي فكنا يا زلمه نقول لك جايين نلاقي له حل تقول لي 400 ليره كهرباء ومي علي حتى ولو يا رجل ايه شو مالكم يا اخوان هذا اسمع ايه معلم شو المشكله بالجاليات العربيه كلها موجوده عندنا يعني عاملين ضغط على النقل المشي والاجرات قاعده ترتفع يا حبيبي الاردن ارض الجميع هاي النقطة ما تحكيهاش مرة ثانية رجاء احنا بلد كبير وبنساعد الاخوان العرب الله يرضى عليكم ايه جايين لي طاقعين لي حمص وفول وفلافل ودايخين لي هون انا لقيت الفلح إهداء إلى الجزائر المنتخب الأخضر الجيش العربي الثائر أبدعتم أمتعتم ورفعتم رأس عروبتكم رغم الوضع الجائر وحدتم صفا مفترقا رغم البعد القاهر أثبتتم للناس جميعا إني عربي قادر إني لا أخشى إنسان لا روسية ولا ألمان وفي البرازيل رفعت الراية صفق أهلي في عمان كل الحب يا جزائر ورجيتونا أحلى حقيقة وحدت العرب 120 دقيقة فضل أستاذي معك أحمد التيسير كيف أقدر أساعدك؟ أهلا فيك والله أنا يا أستاذي في عندي مشكلة بالخط أستاذي ممكن تحكي لي إيش مشكلتك بالضبط؟ ايه والله عندي الخط ما بيعلمش فبدي اشي اعلم فيه استاذي افهم حضرتك في مشكله بالارسال والله الارسال عندي لما
اجي اضرب بالمضرب ايدي بتوقع، صار كيف يعني توجعني يا مشوار. استاذي انت ما خليت لي مضرب غير اني انهي المكالمه هلا. والله جد حلبت مكالمه. استاذي شكلك كثير حلبت، الساعه 2 بعد نص الليل يا ريت تحكي لي شيء مفيد. اشي مفيد؟ انا بدي اقدم شكوى فيك ترى على فكره، اعطيني المفيد الالكتروني تبعكم. استاذي بنصحك لا تكثر من اكل الشكوى لانه دمك مثل العسل. اقول لين عسل خير، عسل خير يا سيدي. انا اصلا في عندي مشكله بالشحن يعني. شو مشكلتك بالشحن يا استاذي؟ مشكلتي بالشحن انه عندي البطاريه بالسياره نص عمر وبدي كابل اشتراك، في اذا بتخدمني اعطيني كابل اشتراك عندك. استاذي اجيب لك كيلو خبز اشتراك وتاكل شوي من راسي. خبز؟ دييغو خبز. مالكش على حراس ريال مدريد. استاذي انا اخوي مدريد لازم اروح ازوره بالمستشفى. روح شوف روح شوف روح شوف روح روح يا زلمه. الله ان شاء الله بالسلام ان شاء الله. اذا بدك احنا جاهزين سيدي، احنا جاهزين. اي جاهزين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا. والله مسقع نسقع. اسمع 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 ترى الحق علي، الحق علي انا اللي حكيت معك. اشطب رقمي اشطب رقمي، ما بدي شيء منك. شكرا شكرا لاتصالك ونهارك سعيد. سعيد سعيد عنك حياتي عذاب. سكر. اسمع انت وين نزلت الصوره؟ نزلت لك اياها على الانستغرام. طقعت 96 هاشتاج. ايه هاشتاج اربد، هاشتاج فوق الساده، هاشتاج بامان، هاشتاج شوارب، هاشتاج كاميرا، هاشتاج بيست فريند، هاشتاج كيو، هاشتاج انقطع نفسي دوت كوم، هاشتاج اي لاف يو اندرسكور يو جهاد بحبك يا جهاد. حبيبه حبيبه. هاشتاج الساعه قديش، هاشتاج كل شيء. هاشتاج بيست فريند. طب كان كتبت مقال وخلصنا انت. هاشتاج طقعت هاشتاج هوم سويت هوم. هوم سويت هوم مش هاشتاج، هاي تشيكن. هسه بدنا ناكل تشيكن، بلع عليك. هسه بدنا ناكل تشيكن، رمي لي التليفون خلينا نفقعها لحمه. يا زلمه شو بدك تشيكن؟ قوم يلا. بس دقيقه بدي اعمل تشيكن وانا فينيشينج تصوير. اجواء مش اجواء؟ فينيشينج تصوير هاشتاج. شو هاشتاج؟ هاي هاشتاج فينيشينج اندرسكور تصوير اندرسكور نقطه.